نحن نعلم الآن كيف نجد مساحة المستطيل، وما أريد أن أقوم به في هذا الفيديو هو أن نفكر كيف يمكننا إيجاد مساحات المثلثات. إذن سنبدأ هنا بمثلث قائم الزاوية، لديه زاوية 90 درجة هنا، المثلث القائم ABC، لنفكر كيف يمكن أن نجد مساحته. حسناً، ربما يمكننا أن نبني مستطيل من المثلث ABC، وإذا استطعنا أن نبني مستطيل منه فربما يمكننا إيجاد المساحة من جزء من هذا المستطيل. وأفضل طريقة لنكون مستطيل هو بمضاعفة المثلث ABC، ومن ثم نقلبه ونضعه فوق هذا المثلث، ثم نثبت أن هذا سيكون مستطيل. إذا نحن نعلم أن هذه زاوية 90 درجة هنا، لنقل أن قياس هذه X درجة. إذا لدينا 90 زائد X زائد هذه الزاوية يجب أن يساوي 180 درجة. إذا هذه الزاوية وهذه يجب أن يكون مجموعهما 90، إذا لنسمي هذه 90 ناقص X. الآن لنقلب هذا ونقوم بتدويره ليبدو هكذا. إذا سيكون لدينا مثلث آخر والذي سيبدو هكذا. نحن الآن هذه الزاوية القائمة في نسخة المثلث المقلوب هي هذه هنا، والزاوية هنا تساوي X، هذه الزاوية هناك، وزاوية 90 ناقص X هي هذه الزاوية هناك. إذا هنا X زائد 90 ناقص X سيعطيك زاوية قائمة، وهنا أيضا X زائد 90 ناقص X سيعطيك زاوية قائمة، ولديك أربع أضلاع وأربع زوايا قائمة، فأنت بالتأكيد تتعامل مع مستطيل، وهذا المستطيل فيه اثنان من مثلثاتنا الأصلية. إذا يمكننا أن نكتب أن مساحة المثلث ABC، مساحة المثلث ABC هذه ما تعنيه الأقواس، مساحة المثلث ABC سوف تساوي نصف ضرب مساحة المستطيل. ودعوني أعين نقطة أخرى هنا للمستطيل ولنسميها D، ستكون نصف ضرب مساحة المستطيل ABCD. ونحن نعلم كيف نجد مساحة المستطيل ABCD، سوف تساوي قاعدة هذا المستطيل، إذا سوف تساوي النصف ضرب هذا الجزء هنا. دعوني أستخدم لون جديد. إذا مساحة ABCD ستساوي قاعدة أو عرض المستطيل، إذا هذا فقط طول BC وأضعها بين أقواس، ولكن هذا لا يعني شيء. BC هو طول القطعة المستقيمة هنا، أضعها هنا بين أقواس فقط بهدف الترتيب. إذا سوف يكون هذا العرض أو هذه القاعدة هنا ضرب الارتفاع للمستطيل، إذا ضرب AB، ضرب AB، إذا هو هذه القاعدة ضرب الارتفاع، وستعطينا مساحة المستطيل كله، ومساحة المثلث القائم هو نصف ذلك. إذا حصلنا عليه إنه نصف ضرب هذه القاعدة ضرب هذا الارتفاع، هذه مساحة المثلث القائم. إذا بشكل عام إذا كان لديك مثلث قائم، في حال كان لديك مثلث قائم وهذا الموجود هنا هو مثلث قائم، مثلث قائم واحد ولديه هذه القاعدة بطول B وهذا الارتفاع بطول H، أنت تعلم أن المساحة area ستساوي نصف ضرب قاعدة المثلث. هذه قاعدة الـ BC ضرب ارتفاع المثلث. إذن يمكنك رؤيته هكذا، يمكنك النظر للحروف
وتقوم بهذه القياسات كقاعدة ضرب ارتفاع، هي فقط نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، ونعلم أن هذا فقط يعمل للمثلث القائم. الآن نفكر به لأنواع أخرى من المثلثات، إذا ليس بالضرورة مثلثات قائمة. إذا هنا لدي مثلث عشوائي نوعا ما ABC، وللاقتراب لإيجاد مساحته ما أريد أن أفعله هو أن أقسمه إلى مثلثين قائمين. إذن ما سأقوم به هو إنزال عمود من B. إذن ما سأقوم به فعلا لهذا الشكل، سأقوم بإنزال خط مستقيم من هنا، وهذا الخط سيكون متعامد على القاعدة هنا على AC، ولنسمي هذه النقطة هنا بالنقطة D. وما هو مفيد هنا هو أنني كونت، قمنا بتحويل المثلث الأصلي إلى مثلثين قائمين. إذن يمكننا أن نقول أن المساحة، دعوني أكتبها هنا، يمكنني أن أقول أن المساحة للمثلث ABC، وهذا ما نريد إيجاده، يساوي مساحة هذا المثلث هنا، ستساوي مساحة المثلث ABD زائد مساحة المثلث زائد مساحة هذا المثلث الأرجواني، إذا زائد مساحة BCD BCD. وهذا مفيد لأننا نعرف كيف نوجد مساحة المثلث القائم. الآن هذا واضح أن هذه 90 درجة وهذه أيضا ستساوي 90 درجة. مساحة ABD هي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، إذن ستكون نصف ضرب القاعدة والتي هي طول AD، إذن نصف ضرب AD ضرب الارتفاع وهو طول BD هنا، مفترضين أننا يمكن أن نوجد ذلك، إذن هذا ضرب هذا الطول، إذن BD، إذن هذه مساحة المثلث الأزرق. الآن سأجد مساحة المثلث الأرجواني. حسنا، مرة أخرى هذا مثلث قائم، سيكون نصف، سأكتبه بالأرجواني لنفعل ذلك بالأرجواني، إذن سيكون نصف ضرب طول هذه القاعدة هنا، طول القطعة DC، إذن ضرب طول BD مرة أخرى. الآن يمكننا أن نخرج العامل المشترك نصف BD، نصف BD من كلا هاتان العبارتان نصف BD، إذن يصبح لدينا نصف BD ضرب AD، أو ليس نفس اللون الأزرق، يتبقى لدينا AD AD زائد زائد DC، ونغلق الأقواس. وما هو AD زائد CD؟ AD هو هذا الطول هنا، ثم DC هو هذا الطول، وإذا جمعنا هذان الطولان يصبح لدينا AC، إذن هذا كله، هذا هنا هو طول AC، إذن نتج لدينا أن مساحة ABC تساوي، سأستخدم لون جديد، تساوي نصف، وسأقوم بتبديل الترتيب هنا، إذا نصف ضرب AC ضرب BD. الآن ما هذا هنا مرة أخرى؟ حسنا، هذا عبارة عن نصف ضرب القاعدة وهي AC ضرب الارتفاع وهو BD،
وهذا جميل، لقد عملت للزوايا القائمة، وهي في الحقيقة إذا علمنا ارتفاع مثلث، الآن هذا ليس واحد من أضلاع المثلث، لقد كان أحد أضلاع المثلث القائم، ولكن بالنسبة للمثلث العشوائي هو ليس كذلك، ولكن إذا كنا نعلمه مساحة هذا المثلث ستبقى هي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. الآن ماذا بالنسبة لمثلث مثل هذا؟ كيف يمكن أن نجد مساحته؟ حسناً، لنجرب القيام بنفس الشيء لنرى إذا كان يمكننا نوعاً ما إما أن نكون هذا من مثلث قائم أو نكون مثلث قائم من هذا. لنحوله إلى مثلث قائم الزاوية، وأسهل طريقة لفعل ذلك هي يمكننا أن ننزل خط من هناك ومن ثم نوصله للأسفل هنا، وهذا سيكون زاوية قائمة، ولنسمي هذه النقطة دي، وما نهتم لأمره، ما نريد أن نجده في هذا، نريد أن نوجد المساحة، نريد أن نجد مساحة المثلث ABC، إذن هذا ما نهتم لأمره، المثلث ABC نريد إيجاد مساحته، ولكن مساحة المثلث ABC سوف تكون مساحة هذا المثلث قائم الزاوية الأكبر الذي قمنا بإنشاؤه، هذا سيكون مساحة المثلث الأكبر، إذن ستكون مساحة ADB مساحة ADB ناقص مساحة المثلث الأصغر، هذا الذي أظلله هنا، إذن ناقص المساحة لـ ADC ADC، إذن هذا باللون الأزرق هو هذا المثلث كله، هذا المثلث كله هنا بالأزرق. الآن ما هي مساحة ADB؟ حسنا، نحن نعلم كيف نجد مساحة مثلث قائم، إذن مساحة المثلث ADB سوف تكون نصف ضرب القاعدة، نصف ضرب القاعدة، وهي DB طول المقطع DB ضرب الارتفاع، والتي هي AD ضرب AD، ومن هذا نريد أن نطرح مساحة المثلث الأصغر، وهذا سيكون نصف ضرب القاعدة وهي DC، هذا طول القاعدة DC ضرب طول الارتفاع والتي هي AD AD، إذن هنا يمكن أن نخرج نصف و AD كعوامل مشتركة، إذن نصف و AD، إذن لفعل ذلك إذن أن نخرج نصف AD، وما يتبقى لدينا هو هو DB ناقص دي سي ناقص دي سي. الآن ما هو دي بي ناقص دي سي؟ دعوني أضع الأقواس بالأبيض، إذن لدينا دي بي ناقص دي سي. حسنا، إذا أخذت الطول دي بي هو طول كل هذا، وإذا طرحت من ذلك طول دي سي سوف يتبقى لديك سي بي، إذن هذه العبارة هنا هذه ستكون سي بي، إذن مساحة المثلث ABC سوف تساوي نصف ضرب نصف ضرب سي بي، أنا فقط أبدل ترتيب الضرب، نصف ضرب سي بي ضرب AD. الآن ما هذا؟ مرة أخرى، هذا نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، ومرة أخرى الارتفاع في هذه الحالة ليس واحد من أضلاع المثلث، كون أن هذا ليس مثلث قائم، يجب أن يعطيك أحدهم هذه المعلومة، يجب أن نعرف ما هو الارتفاع الفعلي هنا، ولكن ما نحتاج معرفته هو أن لأي مثلث من المثلثات المساحة هي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، والارتفاع هو
إذا كان لديك أطوال أضلاع المثلث القائم يكون من السهل إيجاده، وفي حال أنه غير معطى يجب أن تجده بطريقة مخادعة وتقوم بإيجاد الارتفاع بطريقة ما. على أي حال أتمنى أنكم استفدتم.